الطوال لين شفنا الصحاري حطت رحالها عقب ما كانت النقه مضيه قتال وضعت بالامان وزانت احوالها هذا من اللي سيمت؟ هذا من اللي سيمت على 150 أربع. نعم. ما شاء الله تبارك الله. يا أجي أبو مبارك. نعم طال. هذا من المقدم. وين أبوها؟ أبوها. ألف حل أول. نعم الأول. يا الله يبارك. الرماني الله كلها الرمانية. ما شاء الله. هذا ذي وخواتها. هذا. بدي سلطان بعيرة خالد الموسى ما شاء الله. وجاني عنده هدية الله يجزاه خير طول عمره. يا طلع عطى من كان ظالم بل عطى ابن عمنا ونعم الله ونعم. سنة. لقي انت هاجن عنده على بعيره؟ نعم على السلطان ما شاء الله والله من المنقية لقي ما يضرب مد للطيب جايبه في الجنة اي بالله بيضرب السنة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله الله يمنحكم ويبارك لكم ويطول عمره ويحفظه امين اي بالله سام منايا الموسى كلهم نشام طبعا ونعم ونعم نعم من ام رقابة وهم معنا ومية نعم كلهم اي نعم يستاهلوا يستاهلوا الطيب انتاج كلها يا ابو مبارك سعودية على البير الاول الحمر الاول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله شاخ الجبال اللي عربها جبال كل ما زادت الاحمال تشتالها فكر فراحي العجاعة الوعدات صانها فكر سلمان وحما جالها ثبت القول فعل كل ما قال طاب والصعايب شرب سلمان فنجالها والصعايب شرب سلمان فنجالها يصب الخير شلالها بين سلمان ومحمد لها طيب فال دعاها عام صروف الوقت وظلالها والبلد راسية ورجالها راس مال وابو سلمان راس الطايلة طالها وابو سلمان راس الطايلة طالها عبقري رسم للدرب رؤياه وقال عزم شعب السعودية من استعزت عطايا الله
انت باشي لابو تركي وشمس قضلال جمع اربع جهاتك وشرح بالها ارض شمال جبال اللي عرضها جبال كل ما زادت الاحمال تشتالها فرديات على بعير الأمير سلطان بن سعود. نعم. الله يجزاه خير ويطول عمره ويجعله في الجنة. أرسل علينا وجعلها خمس. هذا هو اللي في قدامنا. هذه منها طول عمره هذه الجنة. ما شاء الله. ما شاء الله. هذه على 140 قبل أمس. هذا اللي جاء من خالد بن عبد العزيز الموسى. هدية للشايب. إسلام. إي نعم. هذه مدونة الطيب. إبراهيم يسلمون. أوه. سلطان يا وطن عسى ايامك فرح واحتفال والسحايب يصب الجود همالها انت من يوم ابو تركي يشد جبال كل ما زادت الأحمال تشتالها مبارك تسلم يا رعي رعادة ما شاء الله تبارك الله مسيكم بالخير الله يمسيكم بالعافية أبو رشيد وش حوالكم خير جان حال أعطونا علوم الديرة وأعطونا اسم المنطقة اللي أنتوا فيها وأعطونا نياتكم أعطونا علوم ذا الصيف المبروك أول شيء الحمد لله اللي لا تعد ولا تحصى الحمد لله والشكر لله الديرة الطيبة رعيها واجد أول عشب وتالي رعي وحنا في قمراء ما عندنا نيت نبت البل شباع عندنا شباع غلقت البل اي والله غلقت من فضل الله وشكره كم لكم وانتم مشبعين لنا ثلاثة أشهر يوم خلنا الطعام وشبعنا يلا من اول وانا اول ربيع كنا في العريف اي انا ويا قصير الرجال ابو سهل ما شاء الله تبارك الله
ويوم عيدنا رمضان أقبلنا نمشي ونزيم ايه لين وصلنا ديرتنا عينها عينها طيبة وقصرنا فيها. ما اللي معكم العربان؟ ما معنى اللي ربوعنا ذا اللي انت تشوف معنا الشيخ مضحي ايه معنا الشيخ ذياب واخوه مغيب ايه ونعم بن المبخوت الصيفي وابو سهل وعياله. جاء عندكم بيع؟ جاء عندكم شراء؟ جاء عندكم شيء؟ والله لا جاء عندنا بيع ولا شيء. لا 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 معنا شيء نسمع عليه وإن ما جانا ما جانا شرطي. ايه شرطي. والعربان ذا اللي مروك مو راح بجنوب وين وين؟ هذا كل يبي ناحيته اللي يبي المريبخ واللي ايه؟ بالجنوب واللي بديرته وإن هذه ديرتنا. والله ما والله المريبخ ظني يطيع من ديرتكم. مريبخ ما ندري شهادتك مجروحة. أنا دويت أنا علمك بصدق دويت. يعودون على هذا ما راح. عندهم العسوس ان كان طال عمرك كان ابو سيفن على كلامه. ها ان كان ابو سيفن على كلامه قاعد عنده وان كان عود على عرف انه صدق منه. محمد لا مو محمد اللي ابو خالد. طيب عط عط سالت موفي موفي وش بتضيف على كلام ابو رشيد؟ والله ابو رشيد تكلم عن النية وانا وياه قصرة. نعم احنا في الديرة ذي ولا عاد عندي شيء من العلوم زودن على كلامه. بس انتم معكم عرب في الجفرة وفي العريف وجاءوا تطرقوكم وراحوا للجنوب. انا من اللي في الشفا واللي في خرب واللي في المريبة واللي في قرلان واللي يعني وشون عرب ذا وش مرايحين له؟ انت عارف من كل الهنية لكن انا سامعين وجاينا عربنا اليوم يقول انهم ظلم جبلي. معودين عليكم؟ نعم معودين علينا. ما شاء الله تبارك الله. معودين؟ معودين. الله يوفق كل منيته. والله وين طيب ابوكم غلقت سمنت؟ قلنا غلقت نحمد الله ونشكر. ترى بنصورها بنصورها للمريب. صور ابدا نصور. يا صورتها فانت الحكم. نعم بصور ابوكم صورتها خلصت. بنصور ابوكم صورتها. كان ما بالنا بس من قراشهم وحلالهم. لك على انا حق تبي. احنا في قمره متفوقتن على الديار كلها. اي والله صح بس انه والله المريب ايش مريب اخي على السيل ودير تبل ما نبرادين انه يعني مهبنيه. شوف انا بقى انا بعلمكم يا الربع عادي هم عاد بوقيهم وراهم تدقيهم دول عالي بن نجر وعلو شب العبادان ابلهم غلزه لا حق تنحدها ويقولون والله ما لنا بصوب الهضب ولا بنده وبالناس ما واطيه من بلا لا علمك بالصدق الرجالين ذول هم صادقين احنا ما نقول فيهم الا ونعم وكل علم زين احنا عرب صدقاء وي ما شاء الله عطوا عطوا على الحزم عطوا على الحزم عطوا محمد محمد مبخوت مرحبا ابو خالد يا مرحبا بك الله يبزيك. انت في الحزم مالك هو انا في الجمره في الجمره ما شاء الله قريب منها كيف الارض طيبه دوجت فيها وشفت الحلال اللي هناك وشفت حلالها القمره وش الفرق بين الجمره والقمره خلي الشباب يروحون يعلم يعني معناته ان ارضك مطيه السيل عليكم الاخير ترى صدق قول ما بعد استفت انا العرب ذا ما غضني ما يبون يشدوا يروحون ديره يا ريال الربع ذا عندهم نيه التليفون اي والله ويقر من الزفت تليفون التليفون ويقر من الزفت اي والله برضه طيبه ما اقول فيها شيء صح صح اعطوا 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 عبيد اعطوا عبيد في خاطري علو يا مرحبا يا ابو عبيد والبقاء اعطنا الحصيله يا ابو عبيد العرب ذا سمعت حكيهم كله وش هو منه من النية ومن الأراضي ومن البلو وعافيتها أبشرك النية الطيبة إيه وأهل المرابخ لاقين خير إيه؟ وإنا لاقين خير والعش مثل ما شفت أنت داقين أنت فيه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وأبشرك وش نزين بالإسمان إيه؟ ومصيفين ولاقين خير لاحقين أنت هاي الربيع ومصيفين ولاقين خير أبشرك ونيت وسيعة أبشرك الحمد لله والشكر لله أي نعم واللي يجينا من الجمرة ورانا ويجينا فيه بعد عش بوطيب والجنوب جاكم منهم احد؟ الجنوب يمدحونه والله لاقيناه. شو تقول؟ تقول العسوس تقول وفي نية ان شاء الله طيبة راح يطول العمر العسوس وبابهم ايه؟ ما عليهم كل يذكر وكل لاقين خير. بعضهم توه راح عندنا مناه والله يرزقنا ويرزقهم ونيتهم ان شاء الله طيبة. ان شاء الله باذن الله. اي نعم. وانتم نياتكم ثابتة ما لكم نية؟ ثابتة ولا عندنا نية. مقيضين ولاقين من الله خير والعدود 4 كيلو ما شاء الله تبارك اي نعم 5 كيلو ولا ما به الا الزينه جاكم شريطيه جا بيع
ما جانا شريطية. النقاط اللي عندك ما سيمت؟ والله ما جانا سوى من مبطي وما الشريطية القريبين وشريطية والله هي طويلة العمر ما جحد. صحيح. ولا ما تبيعون؟ لا والله ميتين علبي لو جاينا بيع ولا جاينا يا طويل العمر احنا شايب ببيع وشو ردنا مالك الحين مزين المناطق جاكم عقب تبوك بيجيكم الحمد تجهزوا بس جاهزين لا بشر بالخير جاهزين وكل جادة ثلب الماشية من تبوك جادة ثلب الماشية صوب مياه للجنوب ما هي مخلي ثمان ساعة طيب عطوا ذياب عطوا ذياب احنا عندك قصيدة ولا خبر واحد منكم الا مو في شاعر مرحبا يا ابو مغيب حياك الله وابقاك سمعت كلام الربع كلام الربع طيب ايه وعلومهم زانة والكلام اللي قالوه صح وعلومه طيب انت رحت جنوب مالك لو تشكمكم ما حد يدوق يا رجال شوف ايش السالفة انا اساسكم من جنوب انا اساسكم ما يدوق لا مستعدي انا فينا انا ما رحت يا طول عمر في الجهة ذيك ما رحت طيب وش سمعت سمعت ان الجنوب فيها عشب وهلها معينين خير وانا معينين خير ونحمد الله الله وسع لها للمسلمين يا ربي لا الخير وش. اللي احنا فيه الحمد لله والشكر والحمد لله رب العالمين والسنة هذه ما بعد سمعناها في حياتنا الحمد لله والشكر اللي مرت علينا وعلى المسلمين نحمد الله ونشكر وكل معين الخير في ديرته سلامتك السلام تبو موفي عندك شيء سلام خطاج رد على موفي رد على موفي عندك اضافة يا رشيد موفي سام لا عطنا قصيدة لازم قصيدة انت شاعر يعني لازم قصيدة اكيد طال عمرك وعمر ما يسمع ان حدا رام العام الاول اي منصور بن سعود حلو وهو طيب يعني ابو سعود ويستاهل يستاهل ابو سعود وعلومه كلها طيبة بعيد وقريب اي بل ومبطيننا من المحادير ومبطين من النفاقات ومبطين ابننا مبطي من الخطوط والنفاقات اللي تعطيها ايه ما عاد معنا من ابننا اللي خابرت من الدروب الا حوالي شيء بسيط منها ايه وقلت حدرنا شمالا فيها وبهاطن مزعال شعبها الشديد وجدلها من فاق سنين مع الخبرة اللي كلهم فلقة وفران ومع ابو سعود قاعد يفدون هالهافي كريم السبال اللي يتبشر بهالهشال وراعي مضوفي يجذب النزل والماجين نبي نعطي الحومي ولا مع عيدان ونبي هادوق في شفانه قدامه زين عسى صافها بامر الولي محيي الماتان يركض سحابه من مغاميد للظيرين مقاديم سيله تنس في القشع من الوديان مواخير نوه برعه تذهن الممسين لا لعله على الوادي خذاله ثمان ليال سرى ليل براقه تبشر به المسنين ديار انها لها للكرم من ذهاب المال ذكره من الهلال يوم وقته وحله شين ذكره الهلال يوم عشاه بن بدران يسولف به الميت وتبقى مع الحيين كلام نقوله ناس بينها من الشيبان وتلقى تواريخه مع راحل ومجيم سلام تلقي ميع والله انا مبطي منها سلام سلام صح سلام القصيده اللي قطع فيها والله لا ما هي مقطع اعطي برشيد برشيد شفنا طبعا صورنا المنقيه ما شاء الله تبارك الله وشفنا الفحول شفنا شرهان شرها طبعا الفحول شفناها ما شاء الله تبارك الله نعم شرها من الغياثات ايه كم عليها الحين مشان الدر الطيبه ومشان المراجل والمزانه اي بل عليه سوم 600 ما شاء الله وسلطان سلطان جاني القعود جاني هديه من الموسى الله يعطيهم الصحه على سلطان على بعيرهم اي نعم وامهم المنقيه ما شاء الله تبارك الله زحامه اي بالله عليه سوم القعود ماسي مني ولا نبي ما هذا هديه الموسى ما تباع ولا اي نعم الله يكرمهم من خالد الموسى الله يجزاهم خير ويجعل ابوهم في الجنه اي بالله طيبين ولا يجي منهم الا طيب اي بالله يعطي العطاء من كان ظالم بالعطاء احد عنده اضافه يا شباب قصيده شيء ها لا انتوا جميع لا انتوا هاي حطت رحاله عقب ما كانت النقه مضيات قتال وضعت بالامان وزانت احوالها استعزاء
تركي.